استقبل الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وذلك بحضور معالي اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني صباح اليوم في مكتبه برئاسة الحرس الوطني بمعسكر الصخير. وفي بداية اللقاء رحب سمو رئيس الحرس الوطني بسعادة رئيس هيئة الأركان، مشيدا سموه بمستويات التعاون والتنسيق المشترك المتميز بين الجانبين، ومؤكدا على الدور الباسل الذي تقوم به قوة دفاع البحرين في حماية حدود المملكة وحفظها في سيادتها. كما شهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير مستويات التعاون والتنسيق العسكري بين الحرس الوطني وقوة دفاع البحرين، بما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار في الوطن.